جهود مكثفة لضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية. خبر بيقول تجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهود مكثفة لضبط مرتكبي واقعة سرقة فيلا المستشار محمد شعيب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية بشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر. تلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطار بورود بلاغ من المستشار محمد شعيب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية يفيد سرقة فيلته. وفقا للبلاغ سرق مجهولون محتويات الفيلا الكائنة بشاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر غرب اسكندرية تضمن أثاث وأجهزة كهربائية ومتعلقات خاصة برئيس المحكمة. تحرر محضر بالواقعة جنح أول العمرية وجه مدير أمن اسكندرية بسرعة ضبط الجناية والمسروقات وأجرت نيابة العمرية أول برئاسة المستشار أحمد جمال معاينة للفيلا وتم رفع البصمات الموجودة على محتوياتها وقامت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.